رمضان شهر مبارك سعيد علينا وعلى جميع المسلمين وعلى جميع المغاربة وعلى جميع المسلمين في كافة أنحاء العالم، والله يدخلنا هذا الشهر بالسعادة، والله ينصر سيدنا ويخليه لنا ويطول عمره. الحمد لله هذا الشهر المبارك كاين عليه إقبال، الحمد لله الزبائن ديالنا تيجيو لعندنا وتيجيو الناس. المقارنة بالسنة السنة من غير شهر رمضان، شهر رمضان شوية زايد عليه شوية الإقبال، الحمد لله كاين شي إقبال الحمد لله. الطلب على الحلويات المغربية بما فيهم الشباكية ومخرقة وبريوات والمقروط، الحلوى المعسلة والعجائن بما فيهم البغرير، رز التقادي، رغيفات القمر، رغيفات الخليع، وبيتزات، بسيطلات، الحمد لله. والورقة البسطيلات عليها إقبال، الفوند بيتزا، الخليع، كلشي الحمد لله تيتمشى. بالنسبة للحوت دابا عليه الطلبات فهمتي، كلشي باغي أغلبية الحوت الرقيق الفريتور. بالنسبة للميرنا، الصول، كروفيت، كالامان، يسبادو، هادشي دابا والسردينو الشطون هو الأغلبية اللي تيخرج كاع بزاف كاع اللي نقول لكم أنايا هو السردينو الشطون. بالنسبة للكالامان تاهي، بالنسبة للكالامان دايرة 130 درهم 120 درهم بلاصتا قليلة. الكروفيت دابا الكروفيت كنا تناخذوه في الفطر ب 1200 درهم، ويدخل رمضان دابا تعول 2000 درهم 2200 درهم دابا للصندوق. تقريبا غادي تزاد تقريبا في واحد 60 درهم 40 درهم في الكيلو، بين 50 شي تزاد في الكيلو. وبالنسبة للمارشي سنترال راه هو الطوب كاع، انا في الرباط تيديروا الحوت اخي مزيان هو اللي كاين اخي. شوية مزيان التمر تيتزاد شوية 4 دراهم 3 دراهم في الكيلو. ايوا السوق راه غادي من الغدا ان شاء الله يحل الله. تيكون شويه الهزان ديك 3 ايام هكاك صافي تترجع عاوتاني كما كان، تتولي لاقطات ناقصه القضيه شي شويه على رمضان الاخرين، نرجع للغرفه شي شويه وصافي. كيدو العدس، كيدو الحمص، كيدو الفول، كيدو الزنجبيل كيصوبو به الزميطه، والعطريه كيدو تحميره، كمون، بزار، سكنجبير، خرقوم، اثمنه ناقصه شويه على العام اللي فات ما طلعهاش بزاف.